السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة مهندسة سوزان. إن شاء الله هنشتغل تجربة How we can determine the power of convex lens. طبعا وانتوا أكيد متابعينا، احنا كان نزلنا فيديو قبل كده عن تعيين ال power of convex lens بس using the constants method. النهاردة هنعين ال power of convex lens بس using the general method. Our aim هو determination للpower of convex lens using the general method. الـ apparatus أو الـ tools اللي احنا هنستخدمها، احنا محتاجين optical bench، احنا محتاجين حامل ضوئي to stand the optical tools عليه عشان نعمل نوقف أو نثبت الـ optical tools. محتاجين كمان light source مصدر الضوء و screen و convex lens. الطريقة بمنتهى البساطة، أنا عندي مصدر الضوء وعدسة وحائل، هنحطهم ورا بعض بالترتيب. هحرك العدسة لحد ما أكون أحسن صورة على الحائل أو على السكرين اللي عندك. أقيس المسافة ما بين مصدر الضوء والعدسة تبقى هي إكس، وما بين العدسة والحائل وتكون واي. العملية دي هنكررها ثلاث مرات، هنسجل إكس وواي. هرسم الجراف ده ما بين واي كابيتال واكس كابيتال. واي كابيتال تمثل 100 على واي سمول اللي هي المسافة من العدسة للحائل. الاكس عبارة عن 100 على اكس سمول. اكس سمول بالنسبة لك عبارة عن المسافة ما بين المصدر الضوء وما بين العدسة. لما اجيب الانترسكشن ما بين واي اكسس والانترسكشن للاكس اكسس، نجيب لهم الافريج فاليو، تبقى هي دي الباور اوف كونفكس لينس يوزنج الجنرال ميثود.